الشخصية اللي بعدها. جمال مبارك. ما كنت في حالك يا جمال، وأنا كنت بشوفك أنك أنت أشرف من الإخوان لو أنت جيت. كنت في حالك ولا كانش في داعي، إنما خلاص بعض الناس حسسوك أنك أنت خلاص قربت من الرئاسة، وكان هذه مغامرة المغامرات. بعده حبيبي العدلي، أنت أهم رجل وزير داخلية محترف. أنا أؤمن بأننا في زمنك قد عشنا معنى الأمان الكامل، وأولادنا للساعة واحدة بالليل بيلعبوا كورة، ولا في خطف عربيات ولا سرقة بيوت ولا 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 ولا. أنت المحترف الأول كوزير داخلية.